حاب تعرف أكثر عن لعبة World of Warcraft خليك معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر فيك، واليوم جايب لكم فيديو جديد عن ليجن. اليوم إن شاء الله راح أتكلم عن الريبيتيشن وإيش الأشياء اللي راح تستفيدها من الريبيتيشن اللي موجود في ليجن. زي ما هو معروف الريبيتيشن موجود في أكثر الإكسبانشنات في لعبة World of Warcraft. فلو تلاحظون أيام زمان كان الريبيتيشن جدا مهم، كان في بعض الريبيتيشنات في المناطق القديمة كان بيعطيك جير جدا عالي تحتاجه في الريدات، غير كده كان بيعطيك بعض الوصفات في البروفيشن حقتك عشان تقدر تسوي أشياء مرة قوية، غير كده في بعضه كان بيعطيك مونتات وأشياء كانت جدا قوية. فكان الناس زمان مضطرين إنهم يسوون ريبيتيشن عشان يأخذون هذه الخصائص القوية. بس مع مرور الوقت زي عندكم في إكسبانشن ليفل 100 صار ريبيتيشن ما هو جدا مهم في بداية الإكسبانشن. كان الواحد ما بيسوي ريبيتيشن لأنه ما راح يستفيد منها شيء. بس بعدين تقريبا في نهاية الإكسبانشن قالوا إنه عشان تطير في ليفل 100 لازم تخلص مجموعة من الأشيفمنتات عشان تقدر تركب فليموت في ليفل 100. طبعا نفس الفكرة في إكسبانشن الجديد، ريبيتيشن فيه ما يعتبر جدا مهم، ممكن في بعض الأشياء البسيطة تحتاجها ممكن كقطعة إيبك أو أشياء بتستفيد منها في البروفيشنز اللي هي ثلاث نجوم. طبعا ثلاث نجوم هذه بتقلل لك الاحتياج الشيء اللي بتصنعه. يعني مثلا أنت بتسوي إنشانت، لو عندك مثلا إنشانت اللي على الفينجر اللي بيعطيك مثلا ماستري يحتاج كمية معينة من الأحجار عشان تسوي الإنشانت هذا. إذا كان عندك ثلاث نجوم كمية الأحجار اللي تحتاجها راح تكون أقل، عشان كده هذه ميزة حلوة لو عندك اللي هي الوصفة أبو ثلاث نجوم. طبعا ما راح تختلف كبير، بس والله ما تقلل لك العدد ما راح تقوي لك الإنشانت، مو زي أيام زمان إنه في بعض الإنشانتات أيام زمان تأخذ ريبيتيشن بتقوي لك الإنشانت. لا، هذه اللهم بتقلل لك كمية الأحجار اللي تحتاج عشان تسوي القطع اللي تبغاها. طبعا الريبيتيشن راح تحتاجه في ليفل 110 أو التركيز راح يكون عليه اللي هو الإنشانت اللي راح يكون على الشولدر. طبعا في كل منطقة من المناطق الريبيتيشن كل واحد بيبيع إنشانت على الشولدر. الإنشانت هذا حطيته على الشولدر في تشانس إذا قتلت أي موب بتأخذ منه أشياء معينة. طبعا راح اشرح لكم في الفيديو قدام ايش هي الاشياء راح تاخذها على حسب الانشات اللي راح تحطه. غير كذا انه الاشيمنتات هذه او الريبيتيشنات هذه تحتاج عشان تجيب الاشيمنت اللي تركب فيه الفلاي مونت، نفس فكره ليفل 100 راح يطبقوها برضه في ليفل 110، وراح يكون الاشيمنتات الموجوده في الاكسبانشن الجاي حاول انك تخلي كلها اكزولت عشان تقدر تركب الفلاي مونت. طبعا هذه واحده من الاشياء اللي تحتاجها عشان تركب الفلاي مونت في ليفل 110. أول مدينة راح أتكلم عنها اللي هي أزونا. أزونا موجودة في جهة اليسار من الخريطة. أنا حاليا واقف عند الشخص اللي بيبيع قطع الريبيتيشن. زي ما أنتوا عارفين في قطع تقدر تأخذها إذا كنت فريندلي، أونر، إكزوت، ريفيد، على حسب أنت بتوصله. عندك مثلا قطع الأولى هذه، القطع الأولى هذه تفيدك إنه بتشوف الكنوز اللي حوالينك. طبعا الكنوز تحتوي بعض الأحيان على قطع زرقاء، بعض الأحيان تحتوي على أرتفاكت باور، فهذه حلو إنك تشتريها من البداية. في برضه راح يكون في بتات، راح يكون في تويز، في بعضها راح تعطيك وصفات عشان تسوي الجير سواء تيلورينج لدرورك بلاك سميث. في بعضها راح تكون للإنشانت اللي هي طبعا نجمتين أو ثلاث نجوم، بس عادة الريبيتيشن راح تكون عندك كلها ثلاث نجوم، لازم تجيب نجمتين بعد كده تقدر تشتري أبو ثلاث نجوم. طبعا أهم حاجة موجودة في الريبيتيشنات اللي هي الإنشانت اللي موجود على الشولدر. كل ريبيتيشن له إنشانت محدد تستفيد منه إذا كنت من النوع اللي تحب تفرم جولد او عشان تستفيد لشخصياتك. ازونا عندهم انشانت بتحطه على الشولدر. طبعا الانشانت هذا فيه تشانس انك كل ما تقتل الموب انك بتاخذ من عنده كيس ازرق. الكيس الازرق هذا جوت راح تلاقي ماتس للانشانت. مثلا كان عندك مهنه الانشانت او بتتاجر في مهنه الانشانت سواء بتبيعها في الاكشن هاوس او بتستخدمها لشخصياتك، فعندك الانشانت هذا راح يكون جدا ممتاز انك تحطه على الشولدر حقك. ثاني منطقة راح أتكلم عنها اللي هي الهاي موتن، موجودة في أعلى الخريطة فوق. أنا حاليا واقف عند الشخص اللي بيبيع قطع الريبيتيشن. في البداية ضيعت، يعني كنت أدور تحت في الكهف بس في النهاية هو كان موجود فوق جنب الفلاي ماستر. طبعا بتشتري من عند الريبيتيشن اللي موجود في هاي موتن راح يكون فيها تويز، راح يكون فيها بتات، راح يكون برضو فيها الخريطة اللي بتوريك الكنوز اللي قريبة في هاي موتن. برضه راح يكون فيها الوصفات اللي راح تستفيد منها في البروفيشنز عندك. غير كذا راح يكون فيه الانشانت حق الشولدر. طبعا انشانت الشولدر اللي موجود في هاي ماونتن بتحط انشانت على الشولدر بيكون فيه تشانس اذا قتلت اي موب انك ممكن تاخذ اللحم اللي فيه، الليذر، الريش،
الأسنان أو البيض، يعني أي شيء بيخص الموب نفسه إذا قتلته. طبعا هذه الأغراض تستفيد منها سواء في الكوكينج أو تستفيد منها في الألكيمي أو ممكن كمان في الفريستيد. فهذه حلوة صراحة إذا مثلا من نوع بتسوي فود بتبيعه بتستخدمه لنفسك، فممكن تأخذ هذه كنوع من الفار تبيعها بعدين كلها في الأكشن هاوس. ثالث منطقة راح أتكلم عنها اللي هي سورامار. طبعا سورامار موجودة في النص، وهذه راح تكون ليفل 110، يعني ما يمديك تدخلها إلا لما توصل 110، لأن الموبات اللي هناك كلهم ليفلاتهم 110 والكوسات برضو 110. طبعا أول ما تروح للفلاي ماستر اللي موجود في النص راح يكون في كاف موجود وراك، تدخل الكاف بتلاقي الشخص اللي بيبيع لك قطعة ريبيتيشن موجود في النص. طبعا الشخص هذا بيغير مكان، مرة بيكون في النص، مرة بيكون تحت، مرة بيكون عند الباب، على حسب الكوستات اللي وصلتها مع الشخص هذا. طبعا زي أي ريبيتيشن موجود راح تلاقي عنده تويز، راح تلاقي عنده بتات، راح تلاقي برضو عنده الخريطة اللي بتوريك قطع، أو عفوا بتوريك الصناديق اللي موجودة حوالينك اللي هي الكنوز. برضو راح يبيع لك قطع اللي هي التيارات اللي موجودة عندك في الكلاس هول، والأزرق التير الضعيف ده، هذا التير راح يفيدك عشان تستعد للريدات. لكن بيبيع لك برضو قطع إيبك، بيبيع لك تبار، بيبيع لك الوصفات اللي بتستخدمها في البروفيشنز. برضو راح يبيع لك الإنشانت اللي بتحطه على الشولدر. طبعا إنشانت الشولدر في تشانس إذا قتلت أي موب بيطيح لك المانا اللي بتستخدمها في الكوستات اللي موجودة في سورامار، أو البفات اللي بتاخذها في سورامار. بعدين دخلت سورامار أنت راح تعرف إيش فكرة اللي هي المانا هذه اللي بتجمعها. وغير كذا اي واحد مو عارف ايش هي المانا هذه ممكن يكتب لي تحت في الكومنت عشان اشرح المانا دي. برضو بيطيح لك اللي هي البوشنات، بيطيح لك الماس اللي بتستخدمه في الانشانت. المدينة الرابعة راح اتكلم عنها اللي هي ستورم هيم، راح تكون موجودة في مين الخريطة. طبعا الشخص راح يبيع لك قطعة ريبيتيشن راح يكون جنب الفلاي ماستر حاليا عنده. راح يبيع لك برضو زي ريبيتيشنات الباقي، راح يبيع لك تويز، راح يبيع لك بالتات، راح يبيع لك الخريطة اللي بتشوف الكنوز اللي موجودة في المدينة انت فيها. راح يبيع لك الوصفات اللي بتستخدمها في البروفيشنز. برضو راح يعطيك الانشانت للشولدر. طبعا انشانت الشولدر حق ستورم هيم اذا قتلت اي موب في تشانس انه بيطيح لك صندوق زي اللي كان موجود في سيلفيج يارد اللي كان في ايام القرص. طبعا الصندوق هذا برضو راح يطيح لك قطع سودا وقطع خضراء، وممكن يطيح لك الاحجار حقت المايننج. يعني هذه اشياء ممكن تاخذها وتبيعها، بس هي هذه الفكرة انك تاخذ منها جولد. في نفس فكرة السلفج يارد اللي جرب القرصن واخذ صندوق السلفج يارد، هي نفس الفكرة ما راح تختلف عنها. المدينة الخامسة راح اتكلم عنها اللي اسمها فلشرة، موجودة على اليسار الخريطة، راح تكون فوق ازونا. انا حاليا موقف عند الشخص اللي بيبيع قطع ريبيتيشن. طبعا هذا الشخص راح يكون قريب من الفلاي ماستر اللي موجود فلشرة اللي هي اول نقطة راح تروح لها. الشخص هذا راح يبيع برضو تويز، راح يبيع بالتات، راح يبيع وصفات تستخدمها عندك في البروفيشنز اللي هي المستوى الثالث. برضو راح يبيع لك الخريطة اللي بتشوف الكنوز اللي موجودة في المنطقة هذه. وأهم شيء راح يبيع لك الإنشانت اللي بتحطه على الشولدر. طبعا إنشانت الشولدر اللي موجود في الشرة إذا قتلت أي موب في تشانس إنك تلوت من نفس الموب هذا أسماك تستخدمها عندك في الكوكينج، وبرضو بتلوت من عنده الهرب اللي هي الزهور تستخدمها سواء في الألكيمي أو في الإنسكريبشن. غير كذا ممكن تلاقي عنده قطع زرقاء، قطع إبك، برضو بتلاقي عنده تبارد حق المنطقة هذه. وآخر منطقة راح أتكلم عنها اللي اسمها ووردنز، هذه موجودة تحت أزونا في جزيرة صغيرة لونها أبيض. طبعا الشخص اللي بيبيع قطع ريبيتيش راح يكون قريب من الفلاي ماستر. الشخص راح يبيع لك برضو بتات، راح يبيع لك تويز، وراح يبيع لك أشياء تسوي منها في البروفيشنز اللي هي ترفع لك التير 3، راح يبيع لك قطع زرقاء وقطع إبك. غير كذا راح يبيع لك إنشانت تحطه على الشولدر. طبعا إنشانت اللي موجود في المنطقة هذيك اللي حطيته على الشولدر في تشانس اذا قتلت اي موب انك بتلوت قطعه خضراء. القطعه الخضراء هذه في تشانس اذا فكيتها ممكن تطيح لك اللي هو البلود اوف سرغارس. طبعا بلود اوف سرغارس هذا راح تستفيد منه بشكل جدا كبير في البروفيشنز، لانه عندك بروفيشنز تعتمد اعتماد كبير جدا على بلود اوف سرغارس، خاصه الاشياء القويه اللي بتسويها في البروفيشنز، يعني قطع الابيك، الماونتات. طبعا انا ما شيكت عنها بشكل كامل في البروفيشن كلها، بس انها هي تعتبر العملة الأساسية اللي تستخدمها عندك في البروفيشنز. غير كده إن هي سول باوند، يعني ممكن ما راح تلاقيها أو أكيد ما راح تلاقيها في الأكشن هاوس، وغير كده إنك ما بديك تنقلها من أكاونت عفوا من شخصية لشخصية موجودة عندك في الأكاونت. عشان كده الشخص اللي عنده شخصية فيها بروفيشنز تصنيع، حاول إنك تأخذ الإنشانت هذا عشان تسهل إنك تقدر تصنع أشياء مهمة وقوية عشان تقدر تبيعها في الأكشن هاوس أو تقدر تبيعها للناس.
طبعا هذا كل شيء بخصوص فيديو اليوم. اذا عندك اي سؤال، عندك اي استفسار، اي شيء ما انت فاهمه في الفيديو، اكتبه تحت في الكومنت وان شاء الله راح اجاوبكم باذن الله. يعطيكم العافيه، لا تنسون من اللايك والشير والسبسكرايب، ونشوفكم على خير.